معلم خير، كنت عايز اسال حضرتك في مساله صلاه الجمعه شيخنا، مثلا في ازدحام المساجد. يعني احنا مثلا منطقه صغيره خالص وفيها ثلاث مساجد. عفوا ماذا قلت في صلاه الجمعه؟ صلاه الجمعه هل تصح مثلا ان احنا منطقه صغيره خالص، يعني حي صغير خالص وفي ثلاث مساجد، كل مسجد بينهم ما فيش 100 متر؟ الصلاة تصح، لكن الأولى في الجمعة تجميع المسلمين في مسجد كبير واحد. طب أنا أعمل إيه؟ الصلاة صحيحة،